السلام عليكم. خلينا نرسم فلور درين هاجة من سيستم واقول له بلونج فيكتشر، وابدا اختار الفم اللي انا عايزها، ولكن فلور درين ريكتانجل او عندك سكوير او اي فم اللي انت عايزها. طيب تيجي تحط كده، هي معموله انها تحط على الحوض، تمام؟ لو انت عايز تحطها على الحوض تحدد الافيشن بتاعتها تبدا تحطها. في بعض الاوقات بنحتاج ان احنا نعمل كده نتسلك، بس انا عايز دلوقتي احطها على الارضيه، فبقول له بليسون فيس بيرفض. ليه بيرفض؟ ندخل على الفي في والاقي هنا فلور، اعلم عليه واقول له اوكي، يبدا يظهر لي الفلور بحيث ان انا اقدر احط الفلور درين، لان الفاميلي دي معموله هوستد لازم تكون في حاجه تحط عليها. طيب اقول له تاني بلومنج فيكتشر، فلور درين ظهر بيسم فيس، هبدا احط الفلور درين وليكن مثلا هنا بعيد عن الباب طبعا احساس لما اعمل سلوب مبقاش في مشاكل، على سبيل المثال مثلا هنا. طيب عايز ابدا اعمل ميل، ممكن اعمله يدوي من غير ما ادخل في سيكشن، مفيش اي مشكله خالص. هتيجي هنا تقول له انا عايز ابدا ارسم الدرو، ما ينفعش اول ما ما ينزل منها يبدا ياخد الحاجه بتاعه، لا هقول له انا عايز مثلا بدل ما هي سالب 25 خليها سالب مثلا 500 مثلا، وتبدا تمشي هنا. محتاج ان انت تغير فيو رينج عشان تبدا تشوف المصير ديت. طبعا احنا هنعمل اسلوب دوي، تمام؟ بالشكل دوت. او حاجه تانية ان انا ارسمه في السكشن كده، واروح ارسم سكشن هنا تمام، خلي الامتداد بتاع لحد هنا كده مثلا، واقول له جو تو فيو. ادي اهي الماسوره اللي احنا رسمناها، وده الفلور دري. طيب ممكن انا اقول له امسح دوت، وابدا ارسم زي ما انا عايز. اقول له مثلا عايز ابدا ارسم من هنا، اقول له درو بايب، ابدا انزل بالشكل دوت. اسلوب دوت احنا ما حددناش اسلوب قد ايه، خليها مثلا 1% اهوت بالشكل دوت. انزل مثلا كده، وبعد كده همشي حته بس صغيره، وبعد كده هطلع، وبعد كده هبدا اعمل الماسوره بتاعتي بحيث ان انا عملت زي ترابه. وابدا احركها تبقى هنا كده مثلا، يبقى كده عملت ترابه. طيب ممكن احط فاميلي للترابه، تمام؟ اروح اعمل سيلكت كده، واروح مختار الترابه، وابدا احطها بلومنج فيكتشر. هكتب له انا عايز تراب، في ساند تراب، وفي الجاليري تراب، مش هو ده اللي انا عايزها. طيب خلينا ندخل هنا نقول له انا عايز بلومنج طيب خلينا نشوف ديت. باجي هنا اقول له انا عايز تراب في فاميلي تراب اهيت، نحملها في قلب المشروع. هي كانت مسافة 2011 فبيعمل لها ابديت ل 2018. ببدأ احط الفاميلي تحت اهيت،
وبعد كده باجي هنا اعمل سيلكت على ديت، ومن الكونكت دوت بقول له انا عايز ارسم بايب، وابدأ ارسم اسلوب. تمام اهو بالشكل دوت. طيب نرجع بقى للفلور بتاعنا، تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز من الفلور، من الفيو رينج. هتقول له مثلا خلي ده سالب 1000 مثلا، وده سالب 1000. لازم الفيو ديبس يكون زي البوتوم او اقل. تمام لو ما ظهرش بنقول له انا عايز واير فريم. طيب خلينا نخش كده في الفيو رينج نشوف الارتفاع بتاعه قد ايه. ممكن نطلعه كده شوية. طيب ممكن يكون في مشكلة في البايب هنا في في. تعال ندخل نشوف البايب، نقول له انا عايز البايب هنا موجود. طيب الحاجة اللي احنا نفكر فيها الفلتر، ساعات الفلتر هو اللي ما يكونش مخلي الحاجة تظهر في الفيو دوت، لان الفيو ده اصلا لايتنج احنا اتعيننا عليه واشتغلنا عليه. تمام فانا غيرت الفلتر اهي، الماسوره ظهرت اهي عندي، دي الماسوره بتاعتي، ابدا اوصلها وابدا امشي بيها عادي.